قرية خربث بني حارث، حيث ترعرع شهيد عدي جبر ابن 19 ربيعا، أحد شهداء الحركة الرياضية. طموح وذكريات وأحلام كاد أن يحققها لولا رصاصة الغدر الغاشمة التي أردته شهيدا عام 2014. أهلا بكم. عدي كان إنسان أكثر من رائع، داخل البيت خارج البيت. إحنا يعني بنفتقد عدي في كل لحظة، سواء في الملاعب، سواء في الحياة اليومية، في البيت، في العائلة، حتى الشباب ككل في الملاعب دائما نفتقد عدي. من أكثر الناس اللي محبوب بين اللاعبين الرياضيين كان يعني عدي جبر. كانت روحه حلوة، كان أداءه حلو في الملعب، يعني أنت عايش معاه طول عمرك. يعني عدي عشنا معاه 19 سنة، فتكاسمنا الحلوة والمرة دائما مع بعض في الحلوة والمرة. عدي كنا دائما لما نحضر لدوري، خصوصا احنا عندنا في الكرة بنعمل نظام السباعيات، فدائما كنا يوم الجمعة الساعة 6 خلاص نكون جاهزين، نحضر الشنتات، نحضر الملابس الرياضية اللي بنطلع مع بعض. ودائما كنا نلعب في فريق واحد، حتى في يعني قصة طريفة. مرة من المرات في احد البطولات كان هو ضدي، طلعنا انا وياه من الدار مع بعض، وكان هو ضدي. انا طبعا بلعب حارس مرمى، هو بلعب مهاجم. فالفريق الخصم كانت الكره مع عدي، وصل الجول راوغني وما رضيش يسجل. يعني هاي حصلت في احدى البطولات، هو راوغني وما رضي يسجل الجول، رجع فيها قال لي ولا مره اني اسجل فيه الجول انا. ف يعني دائما لما بتذكر هاي القصه في اي مثلا بطوله بنروح او بنلعب، فدايما لما بتذكر هاي القصة دايما بتكون إلها أثر كبير عندي. وبتعرفي يعني أنت تفقد قطعة من روحك. طبعا خبر استشهاد عدي كانت حرب غزة في 2014. فأنا يومها قبل ما يستشهد، في نفس اليوم يوم الجمعة اللي استشهد فيه، أجا علي عدي بحكي لي بدنا نروح على عزا في رفات. كان عزا أبوه لصاحبه متوفي، فقلت له اليوم الجمعة وخليها لبكرة، بطلع أنا وياك لبكرة. شوفي يعني سبحان الله ربنا مقدر الأمور، لو أنا طلعت أنا وياك كان ما راح. فقاعد على التلفزيون بحضر، فتنزل حدا من أقاربي بقول لي عدي يستشهد. هيك مرة واحدة تيجي بقول لك عدي يستشهد. فأنا قعدت صرت أضحك، بقول له خلص روح يا زلمة، بقول لك عدي يستشهد. فانا مش مستوعب، يعني انا الفكره مش مستوعبها. فلما عاد لي اياها ثلاث اربع مرات انا مش عارف شو بدي اسوي. يعني انا قاعد ومصدوم، يعني صارت يعني صدمه، قاعد مش عارف شو بدي اسوي. فانا قمت بطلع في الدار، امي ما كانتش موجوده في الدار. فانا قاعد بفكر لسه شو بده يصير في امي في الحاله هاي. يعني انا حتى في لحظه من اللحظات انت بدك تبطل تشوفها في البيت، يعني تطلع تقوم الصبح تنسى المكاتل اللي بكيت تكاتل انت واخوك، تتناقروا على هذا الكولر الي هذا الكولر مش الك، بدنا نروح اليوم نلعب بطوله، انا بدي العب معك، انا بديش العب معك، انا مش عارف ايش. فهي اللحظه انت بتسترجع كل شريط الذكريات اللي كان موجود في هذيك اللحظه. ومش يعني ما صدقت الخبر صراحه، يعني كانت صدمه. عدي ما شاء الله عن يعني حبوب ومرح كثير في البيت، يعني عاش معنا 20 سنة الحمد لله رب العالمين. يعني ما فيش يوم طلعت غلطة منه الحمد لله، ما شاء الله عنا الله يرضى عليه، ربنا اختاره شهيد الحمد لله منيح. وكل يلعبوا مع بعض ويمزحوا مع بعض نحن، يعني ربيتهم الحمد لله تربية صالحة وما شاء الله عنا عدي الحمد لله رب العالمين منحينا وما شاء الله عنا الله يرحم روحه يرحم جميع شهدائنا ان شاء الله. ذكرياتها كلها والله حلوه، يعني فيش لا ذكرى الحمد لله الا حلوه، هوته واخوته واصحابه وجميع يعني الحمد لله رب العالمين. فيش كان ظل يلعب يمزح، ظل كلية حجة والحمد لله رب العالمين، حجيت حججني
الله يرضى عليه، ومنيح مع أخوته ومنيح معي، والحمد لله رب العالمين. يعني فقدنا إشي كبير في الدور، يعني ذكرياته مزحيته، يعني ظل يمزح معي، وحد عمره ما نام إلا يعني أكبر مبسوط منا وراضي عنا الحمد لله، الله يرضى عليه. وداي ما شاء الله عنا، يعني الوطن بيستحق منا أزود من هيك. إن شاء الله كل أولادنا شهداء يا رب، أنا بصح للشهادة يعني الحمد لله استقبلنا خبر استشهادة، يعني فكت عنا عرس في البلد، يعني اجي خبر استشهادة وأنا غادي، والحمد لله حمدت وشكرت ربنا سبحانه وتعالى إن ابني شهيد الحمد لله. ربنا أعطاني محمد وأيمن وآية، ربنا يحفظهم يحفظ كل الشباب إن شاء الله. بكى يحب كرة القدم كثير كثير، ضل يلعب دائما، وين ما يلعب يجيب الأول، وين ما يسابق يجيب الحمد لله الأول. شو يكبر مبسوط ما شاء الله جبنا الأول يا مريوم يا حجة، شو يعني يكبر مبسوط كثير كثير. كلهم بيحبوا كرة القدم، محمد أيمن كلهم بيحبوا كرة القدم، يعني حتى كل ما يزيد بعاد بزيد اشتياق، ما في ما بيعبروا الأولاد وبيطلعوا، بصير أي إشي أي إشي. يعني لو بكبر أخرف معهم، صورة عدي ما بتروح من قبل عيني في قلبي وفي روحي، الكلمات بتطلع صعبة، يعني الحمد لله مني عدي وذكرى حلو، كل شيء له حلو الحمد لله، يعني ما بننسى. يعني أي إشي أي إشي بصير في الدار ولا بروح مني لحظة، ولا لحظة ما بروح مني. في كل دول العالم يخلد رقم اللاعب لاعتزاله أو لما يؤديه لناديه، في فلسطين الشهادة هي من تخلد رقم اللاعب، خلد لفترة ومن ثم ورث لأشقائه. عدي كان من النوعية اللي أنت بتحبيها في الملعب، يعني ليش؟ لأن ميال للتقليد، ميال للطموح، ميال بيشوفش حركة إلا غير بقلدها. حتى في اللاعبين الدوليين يعني تلاقيه مشيته في الملعب بتميل لحركة لاعب. أنت يعني أنا كمعلم تربية رياضية إذا عملت حركة بدي يحاول يقلدني على أساس أنه إله طموح لعملية التقدم في هذا المجال. للأمانة يعني إحنا فقدنا واحد كان من المفترض يكون من اللاعبين اللي يشار إليهم بالبنان على مستوى فلسطين. يعني أنا أول ما دخلت الملعب أول شيء انتبتني لحظة الذكريات لما كان يدخل عدي في الملعب، كان يأشر ويأخذ الكرة ويداعبها على منطقة على مشارف منطقة الـ18، لأن عدي كان من النوعية المهارية سواء في عملية المحاورة بالكرة أو في الضربات الحرة المباشرة. في لحظة من اللحظات كنت أضع كرات أنا وألعب الكرة على المرمى في الضربات المباشرة، ألاقيه قاعد بدقق بالتكنيك بالحالة اللي أنا بكون فيها، فبقول لي هلأ بعمل زيها، بتلاقيه بتروحي بيعمل بشوط بمستوى موازي. مر يعني كبر الولد، ولما صار في الثانوي حسيت الضربات الحرة عم بتقنها بطريقة يعني وكأن تعلمها، يعني كالنقش في الحجر. فهو كان يعني هذا المكان من الأماكن المحببة لعدي، سواء من الضربات الثابتة أو من المحاورة ويلف يحطها في الزاوية البعيدة. هاي كانت المهارة عنده بشكل كبير. احنا يعني للأمانة في نادي خربثة كنا نمني النفس انه يكون عدي معنا لحظة الصعود للدرجة الثالثة، لانه كان حلم بالنسبة إله، وكان يعني يحاول يستعد لهاي اللحظة. صعدنا بدون عدي، لكن عدي كان معنا في القلوب. بجوز اللاعبين استذكرت عدي في لحظة
الصعود بشكل كبير، لأن هذا الحلم ارتبط مع كل لاعب من لاعبين نادي خربثة. فللأمانة بجوز أوصل الرسالة لعدي في قبره إن حلمك تحقق بعد حين. أصر على حمل وارتداء الرقم 19. تصوري يعني إنك أنت تكوني حاملة رقم سنك في الحياة، فيعني بدون أي استذكار لهاي اللحظات. شيء رباني الشهيد تخلق مع الشهادة منذ الولادة، ويستذكر ولربما إيحاءات ربانية تعطيه بعض الأشياء في هاي الاستذكار. رقم 19 أنهى فيه حياة الشهيد عدي، ومن بعد نادي خربثة يعني أغلق هذا الرقم على فانيلات النادي. فيما بعد جاء إخوانه وارتدوه كنوع من التخليد لهاي الذكرى العطرة التي ستبقى. يعني هذا الرقم يعني 19 محفور في ذاكرة كل لاعب في نادي خربثة. لو يستطيع المستطيل الأخضر التحدث ويخبرنا كيف تلقى أقرانه خبر استشهاده، لنطق وتحدث أين مهاجم فريق خربثة بني حارث يخبرنا عن أصدقائه. لما وصلنا الخبر كنا في الملعب هون، كنا في التدريب، فوصلنا الخبر يعني وإحنا في التدريب. للأسف أنهينا التدريب، وكانت صدمة، يعني صدمة قوية للفريق وإلنا، يعني ما كناش يعني نتخيل إن هذا الإشي يصير. وعدي ما شاء الله عنه يعني كان يعني أفضل مثال للاعب كرة القدم، فن، ذوق، أخلاق. وكان عنده حلم وطموح، ويعني الله يرحمه كان وصل مرحلة بعيدة في كرة القدم. نعم، بدأت هي لما هو ترفع على الفريق الأول لنادي خربثة. لعب معنا موسم 2013، طبعاً كان لاعب صغير السن 17 سنة، أدى موسم رائع، لاعب ما شاء الله فنان، مهاري، كان يمتاز لياقة بدنية عالية جدا جدا، من نجوم الفريق. يعني أهل البلد كانت يعني تستنى منا الحلم اللي هو حاب يحققه للبلد، صعود الفريق للدرجة الثالثة. لعبنا الموسم دور المناطق صعب، يعني تتعادل تخسر مباراة بتودع البطولة. خسرنا أول مباراة، فزنا مباراتين، ودعنا البطولة فارق أهداف، وهو سجل هاتريك في المباراة كانت مع الشرطة. المباراة الأولى سجل هدفين، يعني كان من نجوم الفريق، لأن عدي كان لاعب مجتهد يحضر جميع التدريبات. لما صارت أحداث غزة عدي صار يتغيب عن التدريب، يتغيب عن التدريب. إحنا نعرف إنه يروح للمواجهات، يروح أثناء التدريب. إجي تدريب أخذته على جنب، مسكته عدي يعني بصرش، إحنا منحضر وإحنا إلنا عنا أمل فيك وإحنا مركنين عليك، يعني وإنت ما شاء الله عليك وانت إلك مستقبل وراح تكون من نجوم كرة القدم الفلسطينية، ما شاء الله عنه. يعني كان لاعب ذو مهارة، سرعة. أنا بلعب في الفريق مدافع، من أصعب اللاعبين اللي كنت أنا أواجهها. عندما تذهب الروح يبقى طيب الكلام لأجل شهدائنا الأبرار، فارحم الله شهداء الحركة الرياضية جميعا. إلى اللقاء.